مرحبا كرام، مرحبا بكم معايا في قناتي اسمها سوكري سالي. راح نواصلوا في السلسله الرمضانيه تاعنا اللي قرب، يعني ما باقي لوش بزاف. الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. نقول لكم رمضان مبارك كريم على الجميع ان شاء الله يا ربي. راح نعمل معكم السامسة بالعجينه. الطريقه راح تكون سهله مبسطه للغايه. انا هنا العبر خديت هاد لي بول، هما اللي عبرت بهم، يعني لي ميزور نتوما اعملوها كما تحبوا بالكاش ولا بالغرفيه ولا اي حاجه. عملت ربعه كي من هكذا، ربعه تاع لافارين وغربلتهم. لازم تغربلوهم باش ما يعملولكمش هذوك الحبيبات وما يعملولكمش لي غريمون في لاباط كي تجيو تسرحوها. ربعه فارينه عبر نتاع زبده، ما يكونش عامر، يعني قل شويه، قل صبع هذاك، هذا مكان نتاع زبده ولا سمن ولا سمن وزبده كيما تحبوا اختياري. حبه نتاع البيض، حبه كومبليت تاع البيض، معلقه نتاع الخل، معلقه كبيره تاع الاكل تاع الخل، رشه تاع ملح اللي راح نعملها دركا هكذا. راح نزيد المعلقه نتاع الخل على لافارين هكذا. الخل هو اللي راح يعطينا هذيك القرمشة في السمسة ديالنا. وعندي فريمون حاجه قليله 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 تاع الصح كما راكم تشوفوها على راس المعلقه نتاع الخماره نتاع الكاطو، يعني حاجه فريمون خفيفه. نخلط كل شيء مع بعضه ونزيد عليهم هذاك السمن تاعي، الزبده بليتو والسمن. انا هنا درت زبده وسمن، نتوما عامله سمن موجود عندكم ما يهمش. نخلطوا كل شيء مع بعضه ونبسوه هكذا بيان كوم يلفو. نخلطه بيان هكذا، نبسس كامل هذيك لافات ديالي، نستعمل يدي الزوج هكذا. حتى يتبسس معايا فوالا. راح نزيد عليها الحبه نتاع البيض نتاعي هكذا، ونخلط كل شيء مع بعضه. اذا درتو قل، انا عندي الغرفيه تاعي شويه يعني كبيره ماشي صغيره بزاف، الا عملتو قل عملو نص حبه نتاع البيض هكذا. وهنا راح نبدا نزيد في الماء وما زهر، عندي ماء وما زهر مقدار، يعني العبر اللي عبرت به في الاول هو اللي راح نكمل به. راح نبدا نلم به، ما نعملوهش كامل يعني، ونشوفه يعني خاطر ابخي سا ديبون لا فارين تاعنا اسكو تشرب ولا ما تشربش. سا بو تاخذه لنا كامل، سا بو يبقى لنا منه، انت تتابعوا يعني نلمو ونشوفه. وعندنا ميزاننا ماشي نمشي ونخويوه كامل ابخي نحصلو. كاين بعد لي فارين اللي فريمون تشرب الماء تاع شي وحاسنين تغسل لكم العجينه في نفس الوقت نتوما او تلموا، يعني ماشي تعجنوا، لموا 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 حتى تحصلوا على القوام المناسب هكذا. غير بالعقل شوفوا هكذا، وانا نلم فيها ونشوف اذا خاصني الماء نزيد الماء وما زهر بليتو. ادو تعملوا غير ما زهر ولا ادو تعملوا غير الماء، هذا اختياري ليكم نتوما لازم تعملوه، يعني عندنا لو شوا سم نعملو. هاي اللي كان التمت لي هكذا، نكمل هذيك القصعه ديالي ونلمو هذيك العجينه مليح. شوفوا انا هنايا من المقدار شحال بقالي، بقالي حوالي زوج معالق كبار نتاع الماء وما زهر، يعني ما خداتليش كيلا كومبلي نتاع الماء وما زهر. وممكن جدا نتوما كي تطبقوا الوصفه باذن الله راح تاخذ لكم مقدار كومبلي، يعني على حسب لافارين اللي تخدموا بها. هنايا رسم راح نعملوا لها، هنايا راح نخليها ترتاح، نعملها في دون ساشي ونخليها نهار كومبلي.
سوا صبحها كومبلي، سوا تعملوها لا في او لندما تخدموا بها، ولا كما انا يعني عملتها الصباح ولا بخي ميدي عاده راح نخدم بها. يعني لازم ترتاح لنا بيان كوم يلفو باش عاد نقدروا نخدموا بها. من بعد ما ريحت العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا ارتاحت مليح مليح باش تساعدنا للخدمه، راح نحيها من هذاك لو فيلم اليمونتير اللي لفيتها فيه. راح ناخذ امتي مغصوب برك قد ما نخدم، ما ناخذوش كونتيتي كبيره لانه العجينه تاع السامسه ما لازمش صوتها العوين، لو كان صوتها شويه تاع العوين حتى نشوف النار، وكان تشوف ما تجيناش العجينه شيشه وما تجيناش شابه. يعني ناخذ قسم نخدموا كونتيتي قليله ومن بعد نبقاو نرفدوا ونزيدوا. انا عندي لا ماشين تاعي كما كنت تشوفوا راح نسرح فيها، نسرح شويه لا بات تاعي شويه برك نحلها غير باش تفوت لي في لا ماشين بلعقل. انا هنا راح نفوتها اول حاجه في الدو، نعملها في الدو. نتوما الا عندكم الماشينه اليدويه نورمال فوتوا في الان، يعني الدو تاعي هي الان ديالكم. فوالا نسرحها جيست هكذا شويه، ابخي راح نتالتها يعني باش تخرج فيها هذاك الفيطاج الورق ديالها. نتالت العجينه نتاعي، نتني الاولى هكذا والزوجه نجيبها على الكوتي الاخر بن هذا الشكل كما راكم تشوفوا هكذا. من بعد انا هنايا راح نقسمها على زوج باش تفوت لي في لا ماشين، سينو ما تفوت ليش في لا ماشين تاعي. نقص العجينه تاعي على اثنين، نحط واحدة على جنب والثانية نعود نسرحها شوية برك باش تفوت لي في الماشينة على حسب العرض تاع الماشينة تاعي وما تكونش خشينة. انا هنا راح نفوتها على رقم اربعة، رقم اربعة هو اللي راح نخدم به التشكيلة تاع السمسة تاعي. فوالا راح تكون ماشي رقيقة بزاف وماشي خشينة، مي اومام طون لازم العجينة تكون كومام رهيفة يعني ماشي شفافة. فوالا يعني نورمالمون راكم فهمتوا الطريقه كيفاش تكون. انا هنا فوتها على مرتين باش نضمن باللي العجينه تاعي راهي ليس وبيان سوبل للخدمه وتساعدني بيان للخدمه. شحال ما تكون رهيفه العجينه تخرج لنا مليح، بصح ماشي تاني رهيفه قد ما نشوفوا يدينا من تحتها. هنايا انا العقده حضرتها تاعي، عملت كاكاوات، عملت اللوز، عملت شويه تاع الكراميل، قرفه، ما زهر وشويه تاع السكر. العجين لافاخس خديتها من عند العزيزه الغاليه لبنى اللي عملت معها الفيديو تاع الدجاج، كانت صراحه الطريقه ديالها جاتني روعه والبنه ما شاء الله بالكامل. نقولها يعطيك الصحة وبارك الله فيك. هنا راح نقص هذوك الحواف تاع العجينة نتاعي، نخدم بزوج او ميم طون كيما قلت لكم باش العجينة تاعي ما تنشفليش، يعني نحاول نسرع في الخدمة. وهنا كل وحدة راح نقصها على زوج. هنا عيني ميزاني يعني ابري، اذا تشوفوا نتوما يعني الوحدة ما تقدش تخدم عينها ميزانها عبروا بالمسطرة نورمال وشوفوا نتوما العرض تاعكم لكم حابين تخدموا، تحبوا صغير تحبوا كبير. انا درت شويه صغار وشويه كبار، صراحه الصغار ما جاونيش حتى لتما لانه يعني السامسه جاتني مبوقه بزاف ومنتفخه، يعني جاوك شغل مكعبرين. فوالا فضلت شويه يكونوا كبار باش الحبات تاعي تجي باينه. فوالا يعني هادوك اللي يكونوا صغار لازم يكونوا بالفاي دو بريك ولا حاجه هكا يجيونا شابين، بصح بالعجينه المرقه هكذا نو ما يجيوش صغيرين، لازم تكون شويه الحبه كبيره. هنا راح ندير انا زوج تنيات، التنيه الاولى والتنيه الثالثه. هنا عندي بياض البيض اللي نلصق به باش نضمن بلي العجينه تاعي تغلق وما تحليش في القليل. فوالا سورتو هادوك لي بوينت نغلقهم مليح. هذه هي الحبه تاع الصلصه تاعي اللي نتحصل عليها انايا هكذا. راح نعاود نكمل هذيك العجينه الباقيه، نحط لافاخس، ندهن شويه تاع البيض باش كل مورسو يتغلق لي. يعني لازم نتاكدوا من هذه العمليه بلي ما راحش تحل لنا في القلي وما لازمش نخليوها ترتاح بزاف ولا تنشف، هي على عكس القريوش، القريوش لازم ينشف ويرتاح باش عاد نقليوه. السامسه نو، السامسه ما دامينا تمتم نقليوها بصح ما نعسلوهاش تمتم، نخليوها حتى تبرد كامل ونكملو كامل الكونتيتي تاعنا. من بعد عاد نسخنو العسل تاعنا ونعسلوها، يعني سواء هي سخونه والعسل بارده ولا لو كونترير. فوالا وطريقه العسل بيان سور راني حطيتها لكم في الفيديو نتاع مقيرد التلمسان، راح تلقاو لا غوسيت نتاع العسل المنزلي بالتفصيل اللي انا نخدم به. فوالا نكمل انايا نخدم الحبات نتاوعي كامل بن هذا الشكل، يعني حاولت نعمل معكم عدة أشكال باش يكون الصورة واضحة والشكل تاني واضح. نورمالمون يعني ما كاش اللي ما يعرفش هذه العملية كامل تعرفوا تعملوا السامسة، يعني سورتو باش أنا في الأول ما كنتش نعرفها، يعني تعلمتها من عند أختي كيفاش نطويها. صراحة كتتلف لي، نعمل حبة وتلف.
فوالا انا هنايا درت الزيت تاعي تسخن كما راكم تشوفوا، سخنت كي تسخن نقص الغاز، كي نقص له نبقى نرمي في الحبات تاعي نتاع السمسه في الزيت. هكذا الزيت تكون شويه ماشي بزاف وماشي غير شويه، يعني نص نص، يعني ما با نص تاع المقله تاعي. وكي شويه 2 سكوند يحكم فيها الطياب نبدا نرش الزيت على المقله نتاعي بهذا الشكل هكذا، وهي تتنفخ وتشوفوا تعمل لنا هذوك البوا وقف شلافط، تعمل لنا هذوك شلافط في العجينه، تجي شابه ما شاء الله، تجي تحفه. شوفوا الشكل تاعها يعني يشهي. ما تكتروش الخماره في العجينه، كي تكتروا الخماره تنتفخ لكم بزاف والشكل تاعها يفزد. نبدا نقلب فيها بالعقل، فوالا نقلب وانا نرش في الزيت سخونه عليها باش تتبوق لي، وهي طيب. وانا نزيد مع انا معمرت المقله تاعي باش ما تغلبنيش، ونقد نخدمها نورمال تكون المقله تاعي كبيره، يعني ندير قيس ما نقد نتحكم فيها باش ما تشمتنيش الحبه تاعي يخرجوا لي شابين. فوالا ها ملي كانت حمروا السمسه تاعي وبدوك الشلافات تاعهم راهم يغيروا ما شاء الله، راح نقطرها ونحط قدامي هكذا ونخليها تبرد كما تكون، ما نحطوهاش في العسل تسويت حتى كي تبرد عاد نبداو نعسلو فيها. هكذا نحي كامل هذيك الكميه تاعي، نقطرهم ونحيهم ونعاود نعمر المقله تاعي من جديد بالسامسة نفس الشيء. المقله تاعي تكون سخونه والعافيه نكونوا منقصين لها، ما تكونش قويه بزاف، لو كانت تكون قويه تمتم راح تتحمر والداخل تاعها يبقى خضر، يعني لازم النار تكون قليله. وحنا نخدمو نفس الشيء، نخليوها حدو 3 سكوند ابري هكذاك شويه يحكم فيها الطياب، كي يحكم فيها الطياب يبدا تبقبق الجناب تاعها كما راكم تشوفوا، عاده نبدا نرمي عليها في الزيت، يعني ماشي توت سويت، يعني ماشي غير نحطوها في المقله نبداو نرميو الزيت، نو نخليوها شويه يحكم فيها الطياب عاده نبدا نرميو ونرشو عليها في الزيت باش دير لنا هذوك الشليفطات. هذا هو الشكل نتاعها كما راكم تشوفوا. هكذا نكمل انا نقلي كامل هاد الحبات تاوعي بهذا الشكل، نكمل نرش في عليهم الزيت، نرش حتى يحكم فيها الطياب. من بعد نبدا نقلب فيهم ما نستناش حتى كي تطيب من تحت، ابان كي دير لي هذوك الشلافط الا شفناها بدات تنتفخ بزاف 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 غلبونا هذوك الشلافط نقلبوها توتسويت باش تحبس ما تبداش تنتفخ. فوالا كيما صرا لي انا هنايا في هاد الحبه، كي شفتها غلبتني وانتفخت بزاف قلبتها توتسويت راح تحبس تمتم في هذاك النفخ ديالها ما راحش تزيد. نعسلو مع بعض السمسه تاعنا، انا هنا عندي عسل اللي دفيتها شويه والسمسه بيان سور تاعنا راهي بارده، لازم العكس هنايا خليتها حتى بردات وكملت كامل اموري ترونكيل اي تو. ومن بعد عاده نجي باش نعسلها غير بالعقل هكذا، ونحطها في العسيله ونخليها تشرب مليح. العسيله لازم تكون شويه خفيفه ما تكونش ثقيله باش ما تتكسر لكمش الصلصة ديالكم. الا انا العسيله تاعي كيما على بالكم خدمها في الدار، يعني خدمتها في الدار، يعني خفيفه ماشي ثقيله بزاف. اذا شريتوا العسيله خفوها بشويه ما زهر ولا حاجه دو بريفيرونس بيان سور ما زهر، نخليوها شويه هكذا نبداو نقلبوا فيها حتى تشرب لنا هذاك العسل. من بعد نبدا نقطر فيها بالعقل، نعملها في الكسكاس ديالي، نكونو حاطين كسكاس قدامنا نقطروها ونحطو. انا هكذا راح نكمل السمسه تاعي نعسلها كامل ونعمل لها شويه تاع الجنجلان، ومن بعد نشوفوها مع بعض في طبق التقديم ان شاء الله ونشوفو النتيجه النهائيه كيفاش جات. هي راهي جات شابه ما شاء الله من البلا كما راكم تشوفو، جات شابه نبات. هذه هي السمسه تاعنا، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها، ما تنساونيش تدعموني بجام وكومونتير لا فيديو. نقولكم مع السلامه مع فيديو اخر باذن الله.